أمامكم اليوم لإعلان مشروعنا الأول، مشروع سيتي ووك. في مؤتمر صحفي عقد بحضور عدد من المستثمرين الأجانب والمصريين، أعلنت شركة هورايزون الإماراتية للتنمية عن أضخم مشروع استثماري سيتم تنفيذه في غرب محافظة الإسكندرية. إن شاء الله يكون إضافة جديدة لإسكندرية وحاجة يعني تفرح يعني سكان مدينة إسكندرية، وإن شاء الله مثل ما قلنا في المؤتمر هذا هي الخطوة الأولى، وفي عدة مشاريع مشابهة بتكون في أنحاء متفرقة من جمهورية مصر العربية. أليكس ويست تعتبر مدينة متكاملة بكل ما فيها، أوتيلات، فنادق، مستشفيات، أندية، جامعات، مدارس، فده بقى فعلا المكان محتاج يكون فيه مول من مستوى يليق بالمكان، لأن فعلا مكان مميز. تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر دفع المستثمرين الإماراتيين إلى اقتحام السوق بقوة في ظل تقارير المؤسسات العالمية التي تشير إلى تحسن المناخ الاستثماري بعد تعديل قوانين الاستثمار خلال السنوات الماضية. وتبلغ الاستثمارات الإماراتية في مصر حوالي 7 مليارات دولار موزعة على نحو 1100 مستثمر. هذه الاستثمارات الإماراتية الجديدة ستوفر نحو 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ونحن ندعو الإخوان الخليجيين المستثمرين العرب يجون جمهورية مصر يعني يشاركوا بمشاريعهم وتطوير البلد. يعني الإماراتيين يعني وصلوا لدرجات هائلة في موضوع الانترتينمنت والمناطق التجارية والأسواق التجارية، فهم بارتنر معنا النهاردة. نحن نعمل مشروع هيكون هائل وهيضيف إضافة هائلة لإسكندرية. ويؤكد القائمون على مشروع سيتي ووك الذي تم الإعلان عنه أنه سيحمل العديد من المفاجآت في التصميم والتشغيل، كما سيكون نموذجا لمراكز التسوق غير المسبوقة في مصر. ويعتزم المستثمرون افتتاح 6 مراكز تجارية كبرى في مناطق متفرقة في مصر، بينها القاهرة والبحر الأحمر والعاصمة الإدارية الجديدة. مع اتخاذ مصر خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار، باتت أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، خصوصا الإماراتية منها، والتي تحتل المركز الأول بين الدول العربية. أحمد مصطفى الغد، محافظة الإسكندرية.